ومكملين معاكم اكيد، وضيف اخر او ضيفة منورتنا اكيد في الاستوديو. الفرو الطبيعي يعتبر كالالماس والمجوهرات، فهو يتمتع بخصوصية مميزة وفخامة تعكس اناقة لا مثيل لها. حول موضوع الفرو الطبيعي وتصاميمه راح نستضيف اليوم الاستاذة سلمى سنافي، مصممة الفرو الطبيعي. لكن بغينا نطلع تقرير لكن الوقت معاك اهم، فنقول صباح الخير. صباحك نور. لان الوقت يركض يركض حياتي، فانا اقول نسلط الضوء عليه بدون تقرير، والتقارير لاحقين عليها في حلقات اخرى اكيد. موضوعك شويه ممكن في ناس ما راح تحبه عشان سالفه الانيمال رايتس وغيرها، صح؟ لكن خلونا نتكلم عن الشيء الحلو اللي قاعد تسوينه. التخصص بحد ذاته او الفيلد اللي انت فيه جديد، شلون فكرتي فيه؟ تصميم فير مجرد بس جت لي الفكره، ان انا فعلا كنت عاشقه للفرو الطبيعي. نعم. كنت تحبينه شخصيا؟ اموت عليه، اموت عليه. تخيلي منو ما شاف كرتون سالي؟ ما حد. اوكي، صح. كرتون باباي سالي كلنا شفناه وكلنا تاثرنا فيه، فكان تشدني سبحان الله الجاكيتات ملوتها الفريرات، فمنها انطلقت هذه الفكره. طيب شلون نميز ما بين الفرو الحقيقي والسنتاتيك؟ يسمونه الغير صجي. الغير مو صجي، كذيبو. لا سبحان الله، يعني يبين الفرو الطبيعي الشعر اي سبحان الله من نفسه تحسينها مفرق وناعم بالملمس. الملمس لما تجسينه تحسين مثل كأنك قاعد تلمسين قطوه. ما شاء الله. اي ف ترى ناعم حيل صدق. فتخيلي يعني الشغلات هذه ساعات تطوف عن الانسان اللي الواحد اللي بيروح يشتري مثلا فرو او اللي بياخذ قطعه فرو، فلازم يركز على هالشغلات هذه. لمعته، ملمسه، ومرات لما تقلبينه تحسين انه يكون تحته ليذر. فالليذر هذا سبحان الله هم تعرفين انه هو يعني هم هذا يكون طبيعي. واو، دائما ينسبون الفرو حق الناس الفخمه واصحاب الذوق الرفيع والعالي. واي از ذات؟ ليش؟ صح، يمكن عشان كرتون سالي. عشان سالي. زين، وشلون تاخذين او تصاميمك هني شلون؟ اكيد لازم يكون عندك يور اون وحي، الشيء اللي بتسوينه وخط خاص فيش اكيد. اوف كورس. صح، انا اتابع وايد البراندات، وايد اتاثر فيها بالمجلات والمجازين وهذه كلها، فاحاول اني اطلع على كل ما هو جديد، شنو الشغلات والفناتك اللي تصير، علشان يكون لي انا بصمه سلمى فاشن يعني في هذا المجال. بسم الله عليك سلمى حبيبتي. الحين بدش على الموضوع اللي بلشت فيه، لتش بالفرو الطبيعي اكيد، واخر مع السوشيال ميديا خلينا نقول صاروا يحطون سبوت لايت اكثر على الاشياء اللي الانيمال رايت وحقوق الحيوان. كلام السامع اكيد. ما هو ردك؟ والله كل شيء له شيء، ويعني اذا احنا بنستغنى عن الفرو ما لازم ناكل بعد لحم الخروف. يعني اذا يقولون والله ان الفير يعني هذا في مشكله راح تصير يعني مع حقوق الحيوان، فما له داعي بعد يعني الانسان لا يتدفى ولا يلبس ولا ياكل ويقعد في بيتهم عيل، لانه هو الاسلوب القديم اللي كان الانسان القديم يتدفى فيه، وردوا عليه مره ثانيه الحين بقوه. ومو اي حد، يعني في ناس معينه هاويه وعارفه حق الفير، يعني مو اي حد. بس غالي طبعا، كانت ايفن افورد. الغالي يلبس غالي كذي هو الرد. طب بس الانواع السنتيتك الجديده ايضا لها شويه، في انواع مطوره فيكون شكلها حلو. صح. هل ممكن تستعملين يوم من الايام هذه الانواع؟ والله استعملت حق نايس. استعملت الليدر، يكون الياقه تكون في فرو، الكموم او الاكمام يكون فيها فير، ساعات اعكس مثلا يكون هو كله فير ويصير اليد او الهاندز تصير فيها نوع من انواع الليدر. احاول امزج يعني، والالوان الحين ما شاء الله بعد قامت الالوان، وكل الالوان دخلت الموضوع. شنو ما تسوي راح يطلع حلو، راح يطلع فنتك على قولتنا. صح كلامك. قولي لي عن، بما ان انت اليوم عندنا لازم تقولي لنا عن المجموعه الجديده ان شاء الله، واحنا كاراوند ذا كورنر ما شاء الله الشتاء ما بقى شيء على الابواب. على العموم الحين احنا اللي دارج حاليا الالوان اللي صايره وايد فيها فاشن، مثل الالوان البستاشيو، اللون الفوشيا، البيبسي، هذه الالوان الحين اللي يقولون عنها احنا الكويتيين، واهم شيء يهتمون. عندنا ما شاء الله اكثر مبيعات صارت عندي اللي هي الشنشله، مركزين عليه بقوه ما شاء الله. والمنك صح، انا شفت الهاشتاج لاستير حتى كان. صح. ما شاء الله. صحيح. بس سالفه الفرو الفوشي هذه عجبتني. ايه
هيك لازم حبيت لازم يبلش واحد يمثل شخصيتي حد ايه بعدين انا اتعرض لحق الهجوم. طيب هو استثمار جيد عموما يعني حق اي شخص، بس شلون الواحد يحافظ عليه؟ اكيد في طرق معينه. صح كلامك، هو لازم العلاقه تكون من الخشب. العلاقة لازم تكون كل هدوم على قولة أمي، كل هدوم has to go with the wooden هذا. No, but some clothes you can't. يعني إذا بتحطين علاقة من الخشب شوي تحس إنها طاحت مني وكل شوي طح من الكبت. فأنت لازم تحرصين على أن يكون العلاقة من الخشب غيرها، علشان ما يصير في أستيك والرطوبة، تحاول أن تخفف الرطوبة. وأيضا الباجز لازم يكون من القماش. قماش معين ولا بس؟ لا قماش معين، قماش عادي، بس انه يكون على اساس انه بحيث انه هو يقدر يمتص الرطوبه وما يصير في رطوبه ويتلف الفرو. سو حاله من حال اي نفنوف عرس نحبه، صح؟ من حتى داخل شيس داخل كبات جود هانجر ونحاول نزلها بزاويه، صح؟ ايه عشان ياخذ كذي اكزاكتلي مكانته بالكبت. عندنا الاطقم اللي الملكيه اللي نحطها اون ذا سايد. انا شخصيا ما البس فرو ولا مره طبيعي. لازم تلبسين فرو، وانا مني لتش يعني I don't mean it this way امانه. I don't mean it this way امانه، لكن هذا نتحدث عنه لاحقا. وين الدول اللي توفر لك الفرو اللي والله يعني. قبل انا كنت في كندا وامريكا وتركيا، الحين ركزت اكزاكتلي ما في غير الوجهه يعني اللي انا فعلا يعني احس انها اكون مطمئنه لما اتعامل وياهم، روسيا واليونان وردت على تركيا. You personally انت تروحين شخصيا؟ No. تركيا مرات اروح شخصيا. نعم. لكن عندي وسائط هناك وعندي وكلاء اتعامل معاهم دايركت من المصنع، واطرش لهم على طريق الايميل شنو انا اختار وشنو اصمم، شنو حابه انه يكون هذا الفاشن اللي يختص في بصمه سلمى السنافي. في عالم الفرو الجميل اللي انت عايشته، العالم الحالم اللي احسه كذي موفي ستارز، وفي منافسه عندك هنا بالسوق اليوم؟ وايد بالكويت. وايد. هل عادي اقول مجمع ولا مجمع الصالحيه؟ في مجمع طبعا هذه الاماكن المتعارف عليها. أي. لكن از ديزاين، بس اذا بنتكلم عن تصميم ديزاينرز، هل في منافسه في بينك وبين الناس؟ اي لان اسمي I am the first here. Hopefully the last. حلو انك عندنا the one and only. يليت عن جد والله يليت، اتمنى اكون على طول. حاشت هجوم؟ وايد حاشني هجوم علشان الانيمالز. اي اكثر شيء. خلاص عرفنا ردك، ولكن ما ذلك ما تحسين انه عوق المسار؟ وشلون تلاقين الجمهور الكويتي والنساء الكويتيات في اختيارهم للفارو؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني من سنه لسنه قاعده احس ان الناس قامت توعى، قامت تزدهر، قامت تهتم بالفاشن اكثر. أنا أحب أشكرك على وجودك اليوم. الوقت ركض ما شاء الله عليكم، كنتوا لامعين في حلقة اليوم، كلكم كفيتوا ووفيتوا، كل واحد كاتيجوري. كلمة أخيرة؟ والله حبيت بس الكلمة الأخيرة اللي حبيت أوجهها حق كل امرأة، أن لازم يكون عندها قطعة من الفرو تحتفظ فيها، حتى لو أنها ما استخدمتها، ممكن أنها تستخدمها على مر الأيام وتورثها حق عيالها بعدين إن شاء الله. يعني القطعة إذا ما استفدت منها في ناس غيرك ومن بعدك. Thank you so much. شكرا جزيلا على وجودك، وان شاء الله نسمع عن انجازاتك اكثر، او معارضك، او الشغل الحلو اللي تسوينه في عالم تصميم الازياء والفرو. طبعا بكذي نكون وصلنا معكم لنهايه حلقه اليوم من صباح الخير يا كويت، لكن اللقاء يتجدد غدا بنفس المكان ونفس الوقت اكيد، وضيوف حلقات ومواضيع اكيد مهمه. مع السلامه.